وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله نقدم لكم حلويات تعجبكم وتنول رضاكم. اول حاجه هنعملها مع بعض هتكون شارلوت البلو بيري او شارلوت التوت البيري، وتاني حاجه هنعملها هتكون كوبلر الخوخ. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الحلويات دي مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصف حلقه النهارده اللي هي شارلوت البلو بيري. ومقادير الكيك هتكون 4 بيضات، 130 جرام سكر، و80 جرام دقيق. بالنسبه لموس البلو بيري او التوت البري هيكون 200 جرام بلو بيري، 3 معلقه كبيره جيلاتين، 6 معلقه كبيره ميه، 50 جرام عسل، 500 مللتر كريمه مخفوقه. وللتزيين عندنا مربى بلو بيري وكريمه مخفوقه وبلو بيري طازه. هنبتدي بالكيك و هنحط البيض والسكر مع بعض وهنضربهم لحد ما توصل لمرحله الشريطه. وهما بيتضربوا هحط مقادير البلو بيري على النار، اللي هي هتكون البلو بيريز مع شويه ميه وعسل، وهنحط ميه على الجيلاتين علشان يجهز لحد بلو بيريز ما تخلص. دلوقتي هنبتدي نضيف الدقيق على الخليط البيض والسكر، ولازم نعمله بالراحة خالص علشان ما نهبطش البيض. هنحط شوية دقيق ونقلبه ونحط تاني. بنقلب بطريقة الفولدينج وبكده خليط الكيك جاهز. هنحط نصه في بايبنج باج وبعدين هنجيب لون بنفسجي purple، هنحط منه شوية ونقلبهم مع خليط الكيك. ونحط خليط الكيك ده في بايبنج باج تانية.
هنجيب صينية ونقص البايبنج باج الأولانية ونبتدي نعمل الصينية بتاعتنا، بس ألزق الورق الأول. هنبتدي بالشكل ده، وبعدين هناخد العجينة التانية اللي باللون التاني ونملأ في الفراغات. وبعد كده هندخلها فرن على درجة حرارة 180 وهتقعد في الفرن حوالي 10 دقايق. في الوقت ده هنجيب التوت اللي طبخناه على النار مع العسل والمية وعايزين نعمله بيوريه علشان نعمل بيه حشو شارلوت البلوبيري. اجيب حاجة اكبر علشان ما ترتش. لون البلوبيري سبحان الله بيبقى جميل جدا. اوكي كده الخليط جاهز. على طول نحط عليه الجيلاتين علشان يدوب فيه وهو سخن، ونقلب الجيلاتين مع البلوبيري. وأول الجيلاتين ما يدوب والحرارة بتاعته تبقى معقولة نبتدي نضيف الكريمة. أول شوية هنقلبهم بسرعة علشان يختلطوا كويس، والباقي هنضيفهم ونقلبهم بالراحة. ونقلبهم طريقة الفولدينج ويبقى كده عندنا موس البلوبيري جاهز علشان نحطه فيه الشارلوت. هنجيب الكيك اللي خبزناه من قبل كده بنفس الألوان اللي شفناها علشان يبقى في الاخر لون الكيك فيها زي بالظبط لون الموس زي ما احنا شايفين. هناخد قطعة
صغيرة على قد القالب اللي هنقدم فيه. أنا الكيك الجاهزة عاملاها أكبر من كده، لكن دي عاملاها بس صغيرة علشان نشوف مع بعض بيتعمل إزاي. وهنجيب الكيك ونشيل الحرف وهنحطه حوالين القالب، والحتة اللي فاضلة نقيسها قد ايه. ونكمل بيها الجزء اللي فاضل. وده هيكون اللي هيمسك الموس. ودلوقتي نحط شوية من الموس جوه القالب، ومش هنملى للآخر، هنسيب جزء بالشكل ده وهندخله التلاجة لحد ما يمسك والموس يجمد، وبعد كده هنطلعه من التلاجة ونزوقه مع بعض. ده هيكون شكل الكيك. وهنجيب البلو بيريز اللي هنزوق بيهم، هنحط معاهم شوية مربى بلو بيري علشان تديهم لمعة، نقلبهم مع بعض ونجيب كريمة وهنبتدي نحط حوالين الكيك. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة، اللي هي كيك أو شارلوت البلو بيري، ويا رب تكون عجبتكم. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض. وسهلا بيكم، نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كابلر الخوخ. ومقادير الخوخ هتكون نص كوب سكر، واحد معلقة كبيرة نشا، و500 جرام خوخ. بالنسبة لطبقة الكابلر هتكون 4 معالق كبيرة زبدة، 1 كوب دقيق، 3 معلقة كبيرة سكر، 1.5 معلقة صغيرة بيكنج سودا، 0.5 معلقة صغيرة ملح، ونص كوب لبن رايب. هنبتدي بطبقة الخوخ، هنحط السكر والنشا مع بعض وهنخلطهم، وبعدين هنقلب معاهم الخوخ. هنجيب جوانتي عشان يسهل علينا ان احنا نخلطهم مع بعض. عايزين الخوخ يتغطى تماما بالخليط السكر والنشا، وهنحطهم فيه. صينية
يستحسن يكون شكلها كويس للتقديم، لأن هو هيتقدم في الصينية اللي بيتحضر فيها. وبعدين نحط بقية الخلطة فوقهم. وهندخلهم فرن بدرجة حرارة 180، وهيقعد في الفرن لحد ما الخوخ يستوي والسكر يدوب، وده هياخد حوالي 15 أو 20 دقيقة بالكتير. ودلوقتي نعمل طبقة الكوبلر. هنحط الزبدة والسكر والدقيق والبيكنج صودا والملح مع بعض، وهنخلطهم لحد ما الملمس بتاعهم يبقى ملمس رملي. لما الملمس بتاعهم يبقى ملمس رملي هنشيلهم بالشكل ده، وهنحط اللبن الرايب شوية شوية، احتمال نحتاجه كله واحتمال لأ، فنحط شوية ونخلط بطريقة الفولدينج، لأن احنا مش عايزين نقوي خيوط الجلوتين خالص في الوصفة دي، احنا بس عايزين العجين يدوب تمسك في بعضها. شكلنا هنحتاج اللبن كله، وهنقلبها مع بعض، وهنسيب العجينة بالشكل ده مفرولة مش ماسكة في بعضها، لأن هو ده اللي احنا عايزينه. وهي كده بتبقى عجينة هشة وخفيفة. هنجيب الخوخ من الفرن وهنبتدي نحط من العجينة فوق الخوخ، وبعد كده هندخله الفرن علشان العجينة تستوي وتتحمر. ونرجعه تاني الفرن لحد العجينة ما تستوي. وبكده الكوبلر جاهز، وهنرش على وشه شوية فستق عشان نديله شوية لون. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، ويا رب تكون الوصفات عجبتكم، ويا رب تجربوها، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.